ها انا شغال في بلد عربي وكده، فكان ليا فلوس بره. وبعدين ليا فلوس وعليا فلوس، بس الفلوس اللي عليا صغيره جدا بالنسبه للفلوس اللي هي. فهل انا كنت عايز امشي وكده، فهل يجوز ان انا امشي ولا اخلص كله؟ خلص الديون اللي عليك الأول، أهم حاجة الديون اللي عليك، أهم حاجة تسدد الديون اللي عليك، واللي لك تطالب بيه إن شئت، والأفضل تطالب بأموالك. وكل واحد يسدد عنك. سدد ال 900 ريال وتعالى. سمع سمع.